أهلا بكم. ثورة تشرين، الثورة التي هزت أركان المنطقة الخضراء وأرعبت أحزابا اعتاشت على صناعة الحروب الطائفية لتسرق ثروات العراقيين وتستنزف طاقات الشباب في حروب خارجية وداخلية لخدمة الصالح الإيراني. جاءت ثورة تشرين طوق النجاة لشعب يعيش تحت وطأة الفقر والبطالة وخراب البنى التحتية وواقع مزر في جميع مناحي الحياة في العراق منذ احتلاله عام 2003. يستذكر العراقيون ثورة تشرين التي اندلعت مدرجة بدماء الشهداء من الشباب الأبطال الذين طالبوا بشجاعة بحقوقهم في وطنهم وإسقاط نظام المحاصصة الفاسد الذي استولى عليه. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على ذكرى ثورة تشرين ووجودها الحاضر في قلوب الشعب وشباب العراق المتطلع لإسقاط النظام الفاسد، نظام المحاصصة الذي سرق أحلامه وأحلام الأجيال القادمة. والأمل المنشود في وطن حر يبنيه الشباب العراقي الحر بعيدا عن مخلفات ونفايات الاحتلال الأمريكي والإيراني. سيكون معي في هذه الحلقة كل من السيد شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا، تحياتي لكم. وأرحب بالأستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لثورة تشرين. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. إذا مشاهدي الكرام نشاهد سويا هذا التقرير في البداية ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع التظاهرات الشعبية في العراق والتي انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019، تسعى القوى المدنية لعقد اجتماع موسع لبحث الخطوات التصعيدية المقبلة، إضافة إلى الاستعدادات الشعبية لاستذكار التظاهرات التي ذهب ضحيتها نحو 1000 متظاهر وإصابة 30,000 آخرين، وأعادت الأمل للعراقيين باستعادة وطنهم بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق. الأيام الماضية شهدت تحشيداً من قبل الناشطين بهدف تجديد الحضور في الساحات والميادين لمواصلة التظاهرات الهادفة إلى إسقاط العملية السياسية وميليشياتها وأحزابها الفاسدة، فيما أفادت مصادر صحفية بأن ناشطين وزعوا منشورات تحث السكان على المشاركة في تظاهرات ثورة تشرين، وتضمنت المنشورات تحديد موعد انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول القادم، إضافة إلى صور شهداء الثورة الذين قتلوا على يد الميليشيات والقوات الأمنية. هذه الخطوات تأتي ضمن استعدادات كبيرة ومستمرة منذ أيام في محافظات عدة للمشاركة في ذكرى انطلاق الثورة المطالبة بإسقاط العملية السياسية برمتها، ولأن ثورة تشرين أصبحت تشكل تهديداً لحكم الميليشيات التي تحتجز العراق. بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة وسط مخاوف السلطات الحكومية من التحظيرات لخروج تظاهرات مناهضة للعملية السياسية. التقسيم العرقي والطائفي للنظام في العراق أدى إلى تفشي الفساد وأضعف مؤسسات الدولة وفقاً لموقع غولف نيوز، فقد تكون الشوارع هادئة اليوم لكن في تشرين الأول ستشهد تلك الشوارع مئات الآلاف من المتظاهرين لإحياء ذكرى ثورة تشرين، ما يعني أن العراق قد يكون على موعد مع احتجاجات غير مسبوقة تدعو لإصلاح شامل للنظام الفاسد. إذن أرحب مرة أخرى بضيفي الكرام الأستاذ الشاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو، والأستاذ علي عزيز مسؤول المكتب السياسي البديل الثوري للتغيير. أبدأ معك أستاذ شاهو. ثورة تشرين في ذاكرة العراقيين موجودة وحاضرة، عراق ما قبل ثورة تشرين هل يشبه عراق ما بعد ثورة تشرين؟ تحياتي لك دكتور وللمشاهدين الكرام والأستاذ علي العزيز. حقيقة
ثورة تشرين هي يعني محطة مهمة من تاريخ العراقيين الذي لم يشهد بعد 2003 حدثا مهما وكبيرا وضخما على المستوى الشعبي والسياسي مثل انتفاضة تشرين الذي نجح في كسر جميع القيود الطائفية التي عملت المنظومة السياسية على تأسيسها وترسيخها داخل المجتمع العراقي. بعد 2003 على الرغم من الفساد السياسي ونهب المال العام وأخذ أكثر من 300 إلى 400 إلى 500 مليار دولار ونهبه إلى خارج البلاد، إضافة إلى الفساد في كل يعني المجالات، إضافة إلى ذلك كان هناك عمل ممنهج لتقسيم وإضعاف المجتمع. كان هذا الأمر الغرض منه إعادة التخندقات الطائفية لتخويف كل مكون بالمكون الآخر وتأسيس دولة المكونات وليس الدولة الوطنية القادرة على حماية الجميع أو التي تتحول إلى دولة مواطنة وتقدس الفرد بغض النظر عن انتمائه. ثورة تشرين كسرت هذه القيود وكسرت هذه الانطباعات السلبية أو هذه المشاريع التي أسست لها الطبقة السياسية حتى تقوم بإضعاف المجتمع وتقوم بالفساد بصورة مريحة دون أن يكون هناك عراقيل أمامها. هذه الانتفاضة أو هذه الثورة نجحت لأول مرة في جمع كافة أطياف الشعب العراقي، اجتمع الجميع حول هدف واحد ويعني رفعوا هتافات وشعارات نريد وطن. يعني الكلمة هذه معبرة جدا ويجسد أحلام الجيل الجديد العراقي الذي ولد بعد 2003 ولا يشعر بأنه ينتمي إلى وطن، يشعر أنه ينتمي لدولة مكونات، دولة طوائف، دولة أحزاب، دولة مافيا. لا يوجد أسس المواطنة بهذه الدولة، وهو يقارن هذه الدولة بالدول الأخرى، يقارن ثرواته، يقارن مصادر الدخل، يقارن الموارد البشرية والإنسانية والكثير من الإمكانيات التي من الممكن أن تحول هذه الدولة إلى الدولة الناجحة ومنافسة في المنطقة. على الرغم من كل هذا الأمر إلا أن شاهد هذا الجيل الجديد أن بلاده يحتل ذيل القوائم الدولية من ناحية النهب، من ناحية الفساد، من ناحية كل النواحي، حريات الصحافة دائما في ذيل القوائم، دائما ننافس الصومال أو سوريا أو الدول الفاشلة، وبالتالي خرج وهو يصرخ ويطالب بإعادة وطن واسترداد وطن وإعادة بناء وطن جديد بأيادي جديدة لم تتورط في ملفات الفساد والعنف والفوضى سابقا قبل 2019. وبالتالي هذه المحطة المهمة تشرين سجلت يعني تاريخا كبيرا للمشاركين فيه، للداعمين له، للمطالبين بالتغيير الحقيقي، ولذلك كان كابوسا كبيرا للأطراف السياسية. يعني هم لم يتوقعوا هذا الحراك الجماهيري وشعروا في البداية أنهم ساقطون، وكان ذلك لولا اللجوء إلى العنف واللجوء إلى العامل الخارجي ليساعدهم في البقاء وفي مواجهة أبناء بلدهم. يعني نحن رأينا عندما يلجأ الفاعل السياسي إلى ميليشيات مجهولة لقتل الناس وقنص الشباب والقضاء على الناشطين وتغييبهم و تعذيبهم بهذه الطريقة الوحشة، يعني يعطي انطباع واضح ودليل واضح بأن هؤلاء ليس لديهم أي انتماء لهذا البلد، بل لديهم انتماءات حزبية شخصية خارجية، أجندة خارجية جاءوا ليطبقوها. لهذا الأمر يعني فورا دقت عندهم جرس الإنذار، يعني أن هناك خطر حقيقي على مصالحهم. هذه المرة بدأوا بمحاولة تصوير الأمر على أنه فتنة أو أنه تدخلات خارجية لتقسيم المجتمع، أيضا حاولوا دغدغة المشاعر المذهبية والطائفية حتى يؤثروا على الحراك، فشلوا في كل شيء، فشلوا في أساليبهم هذه، وبالتالي شعروا بأن هناك خطر كبير يداهمهم. والآن أيضا لهذا الأمر نرى أنه حتى في حال الحديث عن ذكرى تشرين يعني لديهم رعب وخوف من هذا الأمر، يعني شكلت تشرين لديهم عقدة لا يمكن أن يتجاوزونها، وهم يخافون من أن تخرج من جديد هذه الموجة البشرية الكبيرة التي كانت عفوية وكانت مطالبات شعبية من مواطنين لم يروا الخير من هذا البلد منذ 2003، وبالتالي طالبوا بالتغيير، ومجرد شعارهم كان نريد وطن مع رفع العلم العراقي فقط دون أعلام هذه الفصائل والميليشيات والأحزاب السياسية. نعم ساشاو، اسمح لي فقط أن أرحب بالأستاذ علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير. أستاذ علي،
مرحبا بك مرة أخرى. ثورة تشرين، متظاهرو تشرين يواصلون استعداداتهم لإحياء الذكرى الثالثة. جذوة ثورة تشرين هل ما زالت متقدة؟ نعم، في بادئ الأمر طبعا سلم على حضرتك وعلى الضيف الكريم وعلى المشاهدين. حياك الله أستاذ علي. ثورة تشرين بالبداية خلينا نتوقف. ثورة تشرين أول ما انطلقت قبل 3 سنين من الآن، في هكذا أيام بهكذا ليالي كنا نعد العدة لثورة تشرين، كنا نعد أنفسنا ونلملم شتاتنا، كنا نستجمع قوانا التي عملت الأنظمة والحكومات المتوالية لحكم العراق على نخرها، كنا نستجمع كل شيء في بغداد، كنا نجتمع في مناطق معينة، في مقاهي، في شوارع، ونخطط من سيذهب إلى جسر الجمهورية، من سيكون في حديقة الأمة، من سيكون في مدخل السعدون عند تمثال عبد المحسن السعدون، من سيذهب بعيدا عند بنزين خانة الجيلاني. هكذا أيام حتى جاءت ساعة الصفر في الأول من تشرين، انطلقت الجماهير العراقية، انطلقت الجماهير العراقية ببضع مئات، ومن ثم التحقت الآلاف بنا. تعرضنا لأبشع أساليب القتل، تعرضنا لأبشع أساليب الاضطهاد والعنف والخطف. منذ اليوم الأول ابتدأ الخطف، اعتلت أسطح المباني بما فيها المباني الحكومية قوة، لا نعرف ماهية هذه القوة وانتمائها. قوة اعتلت أسطح المباني الحكومية وأخذت تقنص التائرين بإطلاقات وتقتلهم وتصيبهم بالرأس وفي القلب وفي الصدر. انسحبنا حينها من ساحة التحرير إلى الخلاني، إلى بنزين خانة الجيلاني. كذلك تعرضنا لموجة أخرى من العنف والاضطهاد، فتحوا المياه الساخنة علينا بخرطوم وبمدفع المياه الثقيل، حتى المياه الحكومية قتلت ثوار تشرين. اضطررنا للانسحاب إلى ما بعد القناة، دخلنا في إحدى المناطق وهي مدينة صدام سابقا، والتي سرقت واستوطنت بها الميليشيات لتسمى مدينة الصدر، وبها لدينا مقاطع في تلك المدينة، وكيف حاصرتنا القوات الحكومية، وكيف كانت القوات التابعة لمقتدى الصدر من ما تسمى جيش المهدي وسرايا السلام، كانت تحاصرنا وتفتح المدينة للقوات الحكومية كي يدخلوا في هذه المدينة ويقتلوننا. لحد الآن وما أزال أحتفظ بفيديوهات، أحد الفيديوهات أكثر من 40 سيارة إسعاف بأحدى الساحات في تلك المدينة الواحدة تلو الأخرى، وهي تنقل الجرحى والشهداء، أكثر من 40 سيارة إسعاف. ومنذ تلك اللحظة علمنا المؤامرة الكبيرة على هذه الثورة العظيمة من قبل النظام العميل القابع بالمنطقة الخضراء وعصابات الزعيم الطائفي المجرم مقتدى الصدر. ولماذا تمت محاصرتنا والحيلولة دون بقائنا غرب القناة، وأجبرونا على أن نذهب شرق القناة في منطقة تلك الميليشيات؟ وبالتالي وبعد مضي 3 سنين نلاحظ ثورة تشرين باتت قوة، قوة بحالها تعادل أكبر قوة حزبية أو ائتلاف أو تكوين موجود في العراق ما بعد 2003. ثورة تشرين تمثل الشعب العراقي، ثورة تشرين عمرها لا تكون ذكرى، ثورة تشرين تسري بنا، ثورة تشرين تتجدد كل شهر. وهنا أود أن أشير، صحيح ذكرى انطلاقتها في الأول من تشرين، لكن حتى أيلول الجاري الذي لم يتبقى على نهايته سوى 3 أيام، حتى أيلول نعتبره تشرين، وقد نباغت النظام العميد في أيلول مستقدمين ذكرى الأول من تشرين. هذه الثورة التي لطالما حاولت هذه الأحزاب السيئة العميلة التي أتت بها قوات الغزو
عام 2003 حينما غزت العراق وحلت الجيش والأمن ونشرت الفوضى والقتل والدمار وجلبت ثقافة النهب وجلبت ثقافة الفساد والمحاصصة والطائفية، حلت كل هذه بل وزادت إيغالا لأذية العراق. العراق العظيم، هذا البلد ذو 7000 سنة من الحرارة، بل وصلت بها الوقاحة أن أعدمت قيادة هذا البلد العظيم العراق وسط صمت مطبق من قبل كل الأطار العربية. وعليه فنحن مصممون ونحن سائرون بدرب الحرية حتى نحرر عراقنا العظيم، بالرغم من المحاولات من هنا وهناك لركوب موجة الثورة والتسلق عليها ومن ثم السيطرة على النظام مجددا بمسمى آخر. تصدينا لكل هذه الخطط وهذه المسميات، بل واستمرينا بفضحها حتى قبل أيام معدودات أصدرنا عدة تصريحات لكي نبين الخيط الأبيض من الأسود إلى الشعب العراقي، لكن هيهات أن نترك تشرين لهم. نحن أبناء تشرين ونحن من قدمنا الدماء، هيهات ونحن لها. ثورة تشرين رغم أنها وجهت بالقمع والقتل والسلاح والرصاص الحي وأنها ثورة سلمية، ولكن سببت نتوءات ولكمات وكدمات كبيرة في النظام السياسي في العراق الذي أسسه المحتل ورعته إيران بأدوات الأحزاب والميليشيات. هناك صدى كبير، صدى دولي وصدى محلي لثورة تشرين. لدينا تقرير نشاهده سويا مشاهدينا الكرام عن هذا الصدى المحلي والدولي لهذه الثورة السلمية التي فعلت ما فعلت منذ عام 2019 وحتى الآن بآثارها وتداعياتها، نشاهد سويا. أستاذ شاغو، عندما تتحدث النيويورك تايمز عن أن ثورة تشرين حطمت ومزقت أسطورة الطائفية، وهذا الشيء شاهدناه سواء كان بالفيديوهات الحية الموثقة والموجودة إلى الآن على الإنترنت موجودة، وكذلك عن طريق الثوار عندما يتحدثون، وتحدث الأستاذ علي عزيز قبل قليل ووصف لك الواقع بشكل دقيق وكأنك تعيش أجواء هذا القمع وهذا القتل وهذا الظلم الذي حدث ضد ثوار سلميين طالبوا بوطن. أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 مصاب وربما الأرقام أكثر، هناك الكثير الآلاف وعشرات الآلاف من المعاقين، ستظل آثار هذه الجروح يعني حاضرة ومتلازمة مع هؤلاء طوال حياتهم. ترى كيف ينظر العالم، الرأي العام الدولي، وسائل الإعلام الغربية والدولية والعربية لهذه الثورة السلمية التي جوبهت بالظلم وليس فقط جوبهت بالرصاص والدم؟
طبعا استخدموا كافة وسائل العنف ضد هذا الحراك الجماهيري، لأن كما تفضلت شكل خطرا على مبدأ المحاصصة والطائفية. يعني الطائفية ليست فقط مجرد شيء عابر داخل العراق، هي وسيلة من وسائل السلطة للسيطرة على المجتمع، لأن في حال وجود بعد وطني فإن الجميع سيجتمع حول راية واحدة وليرفضون هذا الظلم الموجود. أما عندما يتم تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف، هنا من السهل السيطرة على هذا المجتمع خلال الشعارات التي رأيناها في تشرين والمطالبات المستمرة. انتهى زمن الطائفية عند هذا الجيل الجديد الذي بات يفكر في المستقبل ويفكر في إنهاء هذه الحقبة السوداوية التي قامت بتأسيسها هذه الأحزاب السياسية. طبعا صوت تشرين وصل للجميع، سواء داخل الأطراف السياسية داخل العراق أو خارج العراق، الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، والجميع بات يدرك أن هذا الجيل الجديد لا يقبل باستمرار منظومة التوافقية والمحاصصة. الأطراف الدولية دائما غالبا تدخلاتها في العراق نرى أنها تحاول أن ترضي الجميع، يعني حتى خلال الأزمة الأخيرة نرى أن جميع اللقاءات الدولية مع الفاعلين السياسيين مطالبة ودعوات للحوار، أن لا يتم إقصاء أحد. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني يبقى على المحاصصة والتوافقية، وماذا يعني ذلك؟ يعني يبقى الفساد وتوزيع الحصص وغياب الكفاءة وغياب الجدارة وبقاء المحسوبيات وأيضا بقاء الفساد داخل الدولة. يعني بصورة غير مباشرة هذه الأطراف تساهم في إبقاء هذه المنظومة السياسية كما هي، وتمنع أو تعرقل أي جهود للتغيير. لأنه حراك تشرين عندما بدأ وعندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في كافة المحافظات العراقية، لو كان هناك فعلا جهد أو دعم دولي حقيقي لإجراء تغيير إيجابي داخل العراق كان من الممكن التعويل على هذا الحراك، ولكن للأسف حتى حينها كان هناك يعني تواطؤ مع الطبقة السياسية ومحاولة إعادة تدويرهم، كما رأينا في محاولات بلاس خارت الدائمة التي تحاول أن تسوق وتروج لهذه الطبقة السياسية وتغطي أخطائها وتقدمها على أنها هي المنقذة للعراق، وفي حال غيابها العراق ذاهبة إلى الفوضى، على الرغم من أننا نعيش كل يوم حالة فوضى داخل العراق. فهذه الرسالة بلا شك رسالة تشرين وصلت إلى كافة الأطراف في العالم، بأن هذا الشعب لا يمكن أن يقبل استمرار هذه الحالة، وأيضا سوف يواجه أي تدخل خارجي يؤثر سلبيا على وضع العراقيين. لماذا رأينا كان هناك شعارات تطالب بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق؟ يعني هذا الأمر مهم جدا. إذن هناك وعي جماهيري بأن هناك أطراف إقليمية أيضا ودولية متورطة في إبقاء هذه الحالة، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب عن طريق نتحدث عن هذه النقطة، ولكن اسمح لي فقط أستاذ شاغو نشير أيضا إلى ما ذكرته صحيفة لاكوا الفرنسية التي وصفت ثورة تشرين بأنها أربكت خطوط المشروع الإيراني في العراق. يعني هذا أمر يستحق الوقوف عليه، وخصوصا أن إيران لها اتفاق نووي مع الغرب ولها اتفاقات دولية. كيف جاءت ثورة سلمية يقولها شباب، وهذه الثورة جاءت بكل عفوية إلى الشارع العراقي لتواجه بالقتل، بحيث نرى أن في إحدى الصور أحدهم يرفع العلم العراقي ويصاب بالقناص، يضرب يعني يقتل وهو طفل عمره أقل من 15 سنة. أمر يعني عجيب، أمر الاتجاه الدولي والرأي الدولي والفاعل الدولي تجاه ما يجري من مذابح في العراق. أستاذ علي عزيز، بالعودة إليك مرة أخرى، أكثر من 30,000 مصاب وأكثر من 1,000 شهيد يقولون بحسب الإحصاءات هذه الأرقام، ولكن نحن لا نعلم الحقيقة، حقيقة هذه الأرقام ربما يكون الرقم أعلى بكثير. كيف وجدتم العالم وهو ينظر إليكم وينظر إلى ثوار تشرين السلميين المطالبين بوطن، ينظر إليهم وهم يذبحون هكذا، سواء بالقناص أو بالرصاص الحي أو بالماء الساخن أو بالغاز المسيل للدموع والقنابل التي دخلت وثقبت جماجمهم؟ كيف شعرتم حينها عندما تخلى عنكم العالم؟
بالحقيقة نحن لم نكن نترجى خيرا من العديد من الجهات العالمية. مثلا اليوم احنا نشوف المجتمع الدولي كلمة تطلق، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، هذه المسميات الدولية الرنانة، نحن مؤمنين بأنه هذه المسميات الدولية بغض النظر عن المجتمع الدولي، خلينا نخلي على جنب باقي الأشياء الدولية الأممية نبدأ بها، نحن نعلم جيدا أنها هي التي قتلت أطفالنا بالحصار الجائر، أكثر من 1,000,000 طفل عراقي منذ العام 90 ولغاية العام 2003. هذا مجلس الأمن هو ذاته الذي فرض علينا حرب عام 1991 بقيادة نفس الأشرار الأمريكان والناتو. المجتمع الدولي نرى أنه الغرب من أمريكا وبريطانيا هم كانوا الذين يرعون هذا النظام في العراق، لأنه هم من أتوا به، وبالتالي لم نكن نأمل خيرا منهم بأن يساعدوننا أو يساندوننا، وهذا طبعا ما روج بخلافه السيئين حين وصفوننا بأبناء السفارات، وصفوننا بالجوكرية. بل بالعكس، نحن في حينها حينما كنا في اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين توجهنا إلى العالم الآخر، توجهنا إلى الشرق، شكلنا وفدا، وكان الوفد كنت أنا أمثل الوفد ومعي زميلتي الدكتورة آلاء العزاوي، وذهبنا بدعوة رسمية إلى موسكو واستقبلنا ممثل الرئيس بوتين واستمع إلينا لما يجري في العراق، شرحنا له على الإجرام وعلى العنف الذي يجري في العراق، نقلنا صورة العراق الحقيقية، كانت من أولى الدول التي تعاطفت معنا هي روسيا، وذهبنا إلى عدة دول أخرى عربية وأجنبية، وذهبنا إلى دولة أخرى كذلك عضو دائم في مجلس الأمن، ونقلنا لها واقع الحال وشرحنا لها. نحن انتصرنا، لا تستمع إلى هذا وإلى ذا. فقط للتوضيح، فقط يعني هل يكفي التعاطف من قبل دولة لها يعني استقطاباتها ولها ارتباطاتها وتعهداتها الاتفاق الدولية والإقليمية في سواء كان في سوريا أو العراق، وهنا أعني إيران، يعني هل يكفي التعاطف من قبل دولة تعتبر مشاركة في عمليات القتل في سوريا، مشاركة في عمليات القتل في جميع المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية؟ روسيا دولة كانت شريك دائم للنظام العراقي الوطني لغاية أن أتت أمريكا بالنظام العميل ما بعد 2003. فإحنا نتكلم عن ثورتنا، نحن نريد من يستمع لنا، نريد من يشاهد كيف نثور وكيف نقتل، نريد من يعلم لماذا نثور، لأننا نريد وطن، لأن من سلبنا الوطن هي أمريكا، لأن من نهب العراق هي أمريكا وبريطانيا والدول التي غزت العراق. من أتى بالميليشيات؟ من سهل وجود الميليشيات؟ من حل الجيش ليفسح المجال للميليشيات والعصابات المجرمة بالنمو داخل العراق والتغلغل والسيطرة حتى بسطوا سطوتهم على كل العراق؟ أليست هذه قرارات بريمر اللعين سيء الصيغ؟ من سمح بتقسيم العراق ووضع اللبنة الأساسية لتقسيمه بقانون الفيدرالية؟ أليس هو دستور بريمر اللعين؟ هذا العراق العظيم من حطمه؟ أين نذهب؟ نذهب إلى أمريكا التي قتلتنا؟ أمريكا التي عملت فضيحة ومجزرة أبو غريب؟ أمريكا التي اغتصبت عبير الجنابي في المحمودية وقتلتها؟ أمريكا التي قتلت 1,000,000 طفل؟ بريطانيا التي استعمرت العراق عشرات السنين؟ أين نذهب؟ أين نذهب؟ أين نذهب؟ نحن الآن أمام مجتمع دولي كان تحت
حكم القطب الواحد، الآن تحلحلت الأمور وبدأ التعدد القطبية يبرد. فلنكن واقعيين، نحن نحتاج من يسمعنا، نحن نريد من يسمعنا. فلذلك توجهنا إلى هنالك، بل توجهنا لعدة دول أخرى. العالم ينظر لنا الآن، أعود إلى فحوى سؤالك، العالم ينظر لنا الآن كثورة منتصرة. وأبسط دليل أعطيك على هذا النصر، نشاهد اليوم أقزام العملية السياسية وأقزام النظام، كان يقولان هذا المرشح مقبول تشرينيا بالنسبة للإطار. ومن ثم نأتي على التيار الصدري، التيار الصدري يقول نحن ثورة تشرين، تشرين دعمت ثورتنا حينما دخلوا البرلمان، وبالبداية حبوا يسموها امتداد لتشرين، صاروا يتشبهون بنا لأننا الوحيدين الوطنيين العروبيين الخالصين العراقيين. العراقيين على أقل تقدير ما رد نخرج أكبر من العراق وأكثر من العراق حاليا. فلذلك نحن انتصرنا، نحن الآن من صنع مقولة عراق ما بعد تشرين ليس عراق ما قبل تشرين. صدقني لن تتشكل حكومة، لن نسمح بها، لن يأتي رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس برلمان، كل هذا سوف لن يجري في العراق، وهذه السنة ستنتهي ولا يوجد أي رئيس، وسنكون لهم بالمرصاد، ونحن ذاهبين لتشكيلات أكثر وأكثر قوة وأكثر صلابة، وثورتنا هذه المرة ستكون ثورة جريئة، جريئة بامتياز، ستكون لدينا مجاميعنا التي تحمينا وتحمي شعبنا المحيط بنا والذي سيلتف حولنا. سوف لا نترك أجسادنا تذهب أشلاء ممزقة لرصاص. أستاذ علي، بعض العراقيين، بعض العراقيين يتندرون ويتهكمون، يقولون بأن الكورونا جاءت مع مناصرة للنظام الطائفي والنظام العرقي في العراق الذي أسسه الاحتلال الأمريكي. تأثيرات هذا الفيروس، وكيف خفف من هذه الموجات البشرية الهائلة التي أرادت تحطيم النظام، نظام المحاصصة في العراق. سنتحدث عن هذا الأمر، ولكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير، اسمحوا لي ضيوف الكرام السادة المشاهدين، نشاهد سويا هذا التقرير الذي يتحدث عن شهداء ثورة تشرين، الثورة السلمية، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 مصاب في سبيل الوصول إلى وطن حر. نشاهد. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وحلقة هذا اليوم من برنامج تحت الضوء التي بعنوان ثورة تشرين الذكرى والحاضر. بالعودة مرة أخرى أستاذ شاغو القرداغي بسؤال، صحيفة لاغوا الفرنسية تحدثت عن أن ثورة تشرين مثلت حقبة جديدة في إرباك المشروع الإيراني في العراق تحديدا. الكثير من الصحف الأمريكية والغربية بشكل عام تحدثت عن ثورة تشرين وكيف أنها أربكت الميليشيات التي تحتجز العراق مثل ما وصفت الواشنطن بوست. هل فعلا ثورة تشرين كانت قادرة وفعلا حققت هذا الإرباك للمشروع الإيراني؟ إذا عدنا إلى الوراء وبداية الاحتجاجات التي حصلت في تشرين والتي بدأت تشكل خطر على ملامح المشروع الإيراني، نتذكر تغريدة خامنئي المرشد الإيراني عندما قال أدعو المخلصين في العراق ولبنان إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات الفوضوية. الفوضوية وصفها. نعم، يعني في إشارة إلى الميليشيات في العراق ولبنان، حينها كان في البلدين هناك احتجاجات للتعامل بصورة عنيفة مع الاحتجاجات، وفعلا بعد هذه الدعوة لبت الفصائل المسلحة والميليشيات والجماعات التي تمتلك عوامل العنف فواعل العنف، لبت النداء وبدأت في ارتكاب الكثير من المجازر، بما أنها استحصلت على الفتوى التي تبيح إراقة الدماء. لأن عملية القتل أو القضاء على الناشطين والمتظاهرين كانت تمر بعدة مراحل، منها إصدار فتوى من مرجع ديني يشرعن هذا الأمر، وثانيا التحريض الإعلامي. كما كنا نرى، يعني حصلت مع عدة ناشطين كان هناك تحريض إعلامي من قنواتهم في التليجرام والقنوات الأخرى ومواقعهم. مرحلة الثالثة الأخيرة هو التنفيذ، يعني التنفيذ على أرض الواقع وتصفية الشخص كان يحصل يعني عن طريق هذه المراحل. لماذا شعر الجانب الإيراني أن هذه الانتفاضة أو هذا الحراك يشكل خطر على مصالحه الاستراتيجية؟ طبعا النظام الإيراني منذ 2003 أسس مجموعة أشياء، أحزاب، ميليشيات، فصائل مسلحة داخل العراق، يستغلهم ويقوم باستخدامهم لتحويل العراق كورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لتحويل العراق إلى يعني الساحة لإرسال الرسائل. يعني دائما لماذا يحصل تصعيد عندما يعني يتدهور العلاقات بين إيران والأطراف الأخرى؟ لماذا عندما يحصل يعني توتر بين إيران والدول العربية ينطلق تهديدات ميليشياوية لهذه الدول؟ إذن العراق تحول إلى مصدر لإرسال رسائل إيرانية عن طريق الصواريخ، عن طريق التهديدات إلى الدول العربية ودول العالم كافة. هذا الأمر سوف يختل به في حال كان هناك مشروع وطني يضع حدا للتدخلات الإيرانية، كان هناك حراك يطالب بتحجيم سلاح الميليشيات، حصر السلاح بيد الدولة، إنهاء الفصائل المسلحة التي أصبحت تتجاوز أعدادها 60 و70 و80، وكل ميليشيا يتفرع منها عشرات الميليشيات الأخرى، والجميع يقوم بعمليات فساد وابتزاز وأيضا أخذ الأتاوات، وهذا الأمر يفيد الجانب الإيراني. الجانب الإيراني أكد دائما أنها تعمل لتأسيس الهلال الشيعي. من أين يمر هذا الهلال؟ طبعا العراق عنصر أساسي واستراتيجي لنقل السلاح والعناصر المسلحة إلى سوريا، وبعدها الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وبعدها إلى لبنان وإلى يعني هذا الأمر كله سيحدث فيه عرقلة في حال خرجت العراق من أيادي النظام الإيراني. وبالتالي استشعر يعني النظام ولاية الفقيه أو خامنئي المرشد الأعلى استشعر هذا الخطر، أن هناك حراك قد يهدد مستقبل نفوذهم داخل المنطقة فقط. لأننا نعلم أن السيطرة على العراق كان البوابة لإيران لتسيطر على المناطق الأخرى، وبالتالي إذا تم وضع حد للتدخلات الإيرانية داخل العراق فإنها سوف تخسر حتى نفوذها الإقليمي داخل سوريا وفي المناطق الأخرى. وبالتالي لهذا الأمر كان هناك ردة فعل إيرانية قاسية، وأيضا حتى قاسم سليماني والقيادات الأخرى الميليشياوية الإيرانية وقيادات الحرس الثوري تواجدت في بغداد يعني وضع الخطط الرئيسية لقمع المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء. لماذا سقطت هذه الدماء؟
وإلى الآن هناك مقاطع فيديو يظهر غرفة العمليات التي فيها أبو مهدي المهندس، فيها قاسم سليماني وأطراف أخرى، وهم يخططون كيف يتعاملون مع حراك الشارع. لماذا ترسل إيران قياداتها العسكرية للتعامل مع هذا الحراك إذا لم تشعر أن هناك خطر حقيقي على نفوذها وخطر حقيقي على ميليشياتها؟ لأن المطلب الرئيسي والحقيقي كان لهؤلاء المتظاهرين هو تقوية الدولة. ماذا يعني تقوية الدولة؟ يعني إضعاف اللا دولة. إضعاف اللا دولة يعني إضعاف أدوات إيران للسيطرة داخل العراق وفي المنطقة بالكامل. في حال كان وجود بيئة مستقرة وآمنة ودولة قوية قادرة على بسط الأمن وفرض السيادة، هنا لا تستطيع هذه الميليشيات أن تتحرك بسهولة. الآن أستاذ شاغو، ما يجري في إيران ليس ببعيد. انتهاز الفرصة هنا هل هو وارد من أجل استثمار ضعف إيران في العراق وانشغالها بالداخل؟ طبعا الآن هذه اللحظة مهمة جدا، وخاصة أن الجانب الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين، يعني يوم منذ اندلاع التظاهرات وإلى الآن يبدو أننا نقترب من أسبوعين، هي فعلا إلى الآن لا تستطيع أن تسيطر بصورة كاملة وتقمع الاحتجاجات بصورة نهائية، لأن الاحتجاجات هذه المرة ليست ذات بعد اقتصادي مثل احتجاجات 2017، وليس ذات بعد انتخابي مثل احتجاجات 2009 أو طلابي مثل احتجاجات 1999. يعني كل 10 سنوات يمر احتجاج أو مظاهرة في إيران. هذه المرة هناك احتجاجات تضرب بنية النظام، يعني تفكك شرعية ولاية الفقيه، تطالب بمطالب إنهاء منظومة المرشد الإيراني وصلاحياتها المطلقة. وبالتالي هذا الأمر مهم جدا في إشغال الجانب الإيراني داخليا. وأيضا لا ننسى هناك مطالب مهمة، يعني أنا سمعتها بنفسي من المتظاهرين الإيرانيين، يطالبون بإنهاء التدخلات الخارجية، ويقولون أنها على حساب استنزاف الثروات الإيرانية. يعني المواطن الإيراني يعيش في حالة مزرية حتى يخدم الحرس الثوري الذي يؤسس لنفوذ في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان. هذه المطالب مهمة جدا للضغط على الجانب الإيراني والسلطات الإيرانية حتى تعيد النظر في نفوذها أو توسعاتها الخارجية أيضا. طيب هناك من يقول، يتساءل، يقول ما الذي ستخسره إيران إذا كانت الأموال على حساب الشعب العراقي، الأموال العراقية، والفاعل على الأرض هي أدوات عراقية أيضا متمثلة بالحشد الذي أخذ مكان الحرس الثوري الإيراني في المنطقة؟ طبعا هذا الذكاء إيراني عندما تستخدم الوكلاء، والوكلاء هم يبتزون المواطن العراقي ويأخذون من خزينة العراق ليخدموا مشروع أجنبي، مشروع إيراني. ودكتور يعني هناك يعني شيء مهم جدا وملاحظة مهمة، عندما رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صورة قاسم سليماني ولم يكترث بأبو مهدي المهندس، يعني حتى في المحافل الدولية هم يقدسون ضحاياهم ولا يحتسبون أي حساب للميليشيات أو الأطراف الأخرى العراقية التي يعني قتلت دفاعا عن المشروع الإيراني. وبالتالي حتى أحرجت يعني هذا الموقف من الرئيس الإيراني أحرجت الميليشيات، ولم يعرفوا كيف يغطوا على أو يبرروا الموقف الإيراني، لماذا لم يرفع صور أبو مهدي المهندس. وبالتالي حتى النظرة الإيرانية نظرة استصغار لهذه الأطراف التي تخدم مشروع خارجي وتقوم باستنزاف ثروات بلادها حتى يعني تخدم هذا المشروع التوسعي دون أي أن تقدم أي شيء لبلدها. وبالتالي حتى النظرة الإيرانية لهم نظرة استصغار واستحقار، ولكن للأسف هذه الأطراف داخل العراق لا تدرك هذا الأمر، لا تدرك مخاطر والآثار السلبية لهذا الأمر، لا تدرك أن المواطن العراقي بدأ يشمئز من هذه التصرفات ويريد تغييرات ويتساءل فعلا لماذا العناصر الميليشياوية حتى لماذا تصبح وقود لمشاريع إيران التوسعية. يعني ما هو الفائدة من هذا الأمر؟ لماذا تذهب إلى سوريا وتقاتل لتحمي المصالح الإيرانية؟ لماذا تذهب إلى الحدود لتوفر الغطاء المسلح للمصالح الإيرانية؟ كل هذه أموال طائلة، يعني مليارات الدولارات، ليست بحجم أموال قليلة، مليارات الدولارات لتمويل المشروع الإيراني. أليس أولى بهذه الأموال هو الشعب العراقي؟ لذلك نادى ثوار تشرين بوطن، يريدون وطن فيه صناعة، فيه زراعة، فيه بنى تحتية، فيه كرامة، فيه علم واحد عراقي. هل
لا زال العراقيون من وجهة نظرك متفائلين في ظهور النار من تحت الرماد مرة أخرى وازدياد جذوة الثورة من جديد واشتعالها من جديد واتقادها، بالتالي تحقيق المطالب التي تأخرت بسبب ظهور فيروس كورونا؟ إذا عدنا قليلاً إلى الوراء وتذكرنا كواليس اختيار عادل عبد المهدي، كان هناك أيضاً أجواء انسداد سياسي وأجواء من اليأس، وخاصة مع اختيار هذا الشخص الذي لديه يعني تاريخ من الفساد والتورط في الكثير من المشاكل، وعلى الرغم ذلك وضعوه رئيسا للوزراء. كان هناك يأس حقيقي داخل الشارع العراقي، ولكن على الرغم من هذا اليأس وهذا القنوط وانتشار الميليشيات في كل مكان، إلا أن الشارع العراقي خرج وطالب بحقوقه ورسم هذه الملحمة العظيمة يعني في تاريخ العراق. اليوم أيضا ما دام الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الخروج في تشرين موجودة، إذن هناك إمكانية ليخرجوا مجددا. صحيح أن كما تفضل الأستاذ علي، يعني الآن حتى الآن هناك أطراف تريد أن تركب موجة التظاهرات وتريد أن تسوق نفسها بأنها تمثل تشرين، ولكن هذا هم ليسوا فقط هكذا أستاذ شاغو. يعني أن النظام، نظام المحاصصة في العراق، كله يريد أن يتظاهر ضد الفساد. من الفاسد؟ الكائنات يعني الفضائية. على سبيل المثال، مشارك في العملية السياسية من عام 2003 أو 2005 وحتى الآن، مشارك في وزارات وحكومة ومديرين عامين وهيئات إدارية وميزانيات يرصد لهم أموال، يعني أموال بمليارات الدولارات. ولكن عندما يتحدث في منطق لا للفساد، من الفاسد؟ هنا الشعب عندما يتعامل أو ثوار تشرين السلميين عندما يتعاملون مع منطق مثل هكذا، منطق من سياسي يظن نفسه ثائر أو أحد ثوار تشرين أو من قيادي ثوار تشرين، هل من الممكن أن تجد هذه الثورة مخرجا ناجحا يحقق لها مطالبها في ظل وجود هذه البيئة من الفطريات حولها؟ طبعا هذه العوامل وهذه السياسات كانت سياسات ممنهجة أيضا لتشويه، في محاولات تشويه التظاهرات أو تحويل هذه الأطراف التي كانت هي المسؤولة عن القمع ليتحولوا إلى قادة لتشرين أو قادة للمظاهرات، ولكن هذه المحاولات قد تنجح في تأخير الخروج الاحتجاجات مجددا، لأن المشاركين في التظاهرات يجب أن لا ننسى وقوع الآلاف من الضحايا، وقوع الآلاف يعني مئات المغيبين والشهداء والجرحى. هذا الأمر أثر سلبيا على حراك الشارع، وكان حملة قمعية ممنهجة، وبعدها جاءت حكومة رفعت شعار تلبية مطالب تشرين، ولكنها إلى الآن لم تحقق أي مطلب من مطالب تشرين الحكومة الحالية. وأيضا قاموا بإجراء انتخابات مبكرة بحجة أنها استجابة لمطالب تشرين، ولكن جاءت لإعادة تدوير الوجوه الفاسدة، وأيضا إعادة منح هذه الأطراف السياسية التقليدية مقاعد أخرى، وحتى المستقلين الذين شاركوا لم يحصلوا على مقاعد يؤهلهم ل يعني إحداث تغيير حقيقي. يعني كانوا الآن هناك مشاعر لليأس من هذه التغييرات التي حصلت من الانتخابات المبكرة، من أداء الفاعل السياسي الذي يعتبر نفسه مستقلا ومواليا لتشرين داخل البرلمان الحالي، يعني أداءهم مخزي، أو هناك أطراف ذهبت مع الإطار أو ذهبت مع التيار وتخلوا عن شعاراتهم التي رفعوها. هذه العوامل قد تؤدي إلى تأخير وجود حراك جديد، ولكن مع استمرار الانسداد السياسي، مع استمرار التدخلات الخارجية، مع استمرار مجيء إسماعيل قاآني وكأن البلاد بلاده ويتدخل في كل شيء، مع استمرار هذه التدخلات، أنا أتوقع أن الموجة ستعود مجددا، لأن أسباب وعوامل خروج الشارع والمظاهرات لا زالت موجودة ولم تختفي، وبالتالي الحكومة أو السلطة فقط تؤجل الانفجار، فقط تؤجل هذا الأمر عن طريق الوعود، عن طريق التعهدات التي تطلقها، ولكن عجزها عن تحقيق هذه الوعود على أرض الواقع سوف تمهد لحراك جديد مستقبلا. في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الأستوديو الأستاذ شاغو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر شكرا جزيلا أيضا الأستاذ علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.